بدء العد التنازلي للمسيرة الصاعقة الأضخم أكنجتيها لأول مرة F-16 بدون طيار. تستعد شركة بايكار للصناعات الدفاعية لتسليم الطائرة المسيرة من طراز بايركتار أكنجتيها للقوات التركية الأحد القادم. وذكرت الشركة المصنعة للمسيرات أكنجي المحلية في تغريدة عبر تويتر أن بايركتار أكنجي تيها تستعد للطيران، وأنها ستكون الطائرة المسيرة الأولى على مستوى العالم التي تتمتع بقدرات F-16 وتتجاوزها بامتلاك رادار قادر على التعريف بها كطائرة صديقة لرادارات العدو، ما يسمح لها بالقيام بعملياتها بدقة كاملة. وأضافت أن العد التنازلي لآخر 3 أيام قبيل تسليم أكنجتيها قد بدأ، وأنها ستكون الحارسة الصنديدة لسمائنا، دون ذكر عدد الطائرات التي سيجري تسليمها. وفي يوليو تموز الماضي نجحت المسيرة المذكورة في التحليق المتواصل لمدة 13 ساعة و24 دقيقة، وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كيلوغرام، بجانب قدرة تحليق على علو يبلغ 38,039 قدما. وفي مفاجأة لا سابق لها، نجحت الطائرة المسيرة الأثقل أكنجتيها ولأول مرة في إصابة أهدافها بدقة بذخيرة الرؤوس الحربية، والتي تعتبر أكثر أنواع الذخيرة خطورة، التي طورتها شركة روكيت سان، ويتجاوز وزنها طنا كاملا. كما نجحت أكنجي في أبريل الماضي في إصابة الأهداف بالذخيرة المطورة محليا مام سي ومام إل ومام تي. أما في 5 يوليو 2021 تمكنت من حمل قنبلة KJK-82، وهي من القنابل الانزلاقية التي تستخدم في تدمير المعسكرات والأبراج التي تشكل خطورة أثناء المعارك، وتحمل رأسا حربيا يزن 700 كيلوغرام، وتم تطويرها بواسطة توبي تاكسيج، أصابت أهدافها على مسافة 55 كيلومترا بدقة عالية. ليس هذا فحسب، فقد أجرت أكنجي تجربة إطلاق لقنبلة هيجي كي نب 84، بالإضافة إلى صواريخ كروز سوم وسوم جي.